السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في البداية كل الله وصلى على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. رجعت لكم اليوم بجلتش جديد. هذا الإصدار الجديد من إصدار الجلتشات اللي بنزلها كل يوم، حيعطيك حل 3 أو 4 ليفل أنا متأكد، لأنه له موقعين للجلتش. في البداية نضغط مربع ونروح إلى رمز الجزيرة، هذا رمز الجزيرة الظاهر أمامكم. طيب أول ما حيبدأ الجيم حيجيبنا هنا. اليوم معنا الاصدار الجديد اللي هو الاصدار 70، حاولوا تلحقوا عليه سريع سريع قبل الحد. اذا انت جيت تسوي الجلتش هذا وما ضبط معك تعرف ان اللعبه حذفته، فانتظر الاصدار الجديد. انا كل يوم في قناتي بنزل الاصدارات الجديده اول باول. طيب خلينا نبدا. اول ما تيجي تلم من هذا الذهب حاول تلم معك 500. ليه؟ لانه الجلتش اليوم له موقعين، وكل موقع محتاج منك 250 من الذهب. تمام؟ فإذا أنت تبي تلم 250 وبعدين تسوي إعادة انتشار وتسوي 250 مو مشكلة براحتك، تمام؟ طيب أما تيجي تلم الذهب حاول إنك تبعد شوية وتلم الذهب، لأنك أما تقرب كل ما تضغط يضغط على زر ادعم مبدعا وما تقدر تاخذ الذهب، تمام؟ طيب مجرد إنه يكون معك 250 من الذهب أو 500 تيجي تدخل الريفت هنا وتيجي تروح عند الخزنة هذه. وزي ما فهمتكم اما تيجي تدخل على الطور او الماب ادخل عن طريق رمز الجزيرة نفس ما وضحت لكم في بداية المقطع، لا تدخل على الطور او الماب عن طريق جزيرة الكريتيف ابدا، تمام؟ طيب تيجي هنا وتبني هنا هرم هرم، وبعدين تيجي هنا وتبني درج نفس النظام هذا، تمام؟ طيب تنزل هنا وتيجي هنا، شايفين المربع؟ تضغط على المربع ضغطة طويلة. بعض الاحيان اما تيجي تنزل هنا يرجعك من البداية، يعني في المنطقة اللي احنا بدينا فيها، عادي ارجع وارجع ثاني مرة انزل حيظبط معك، تمام؟ طيب تحط ارضية وبعدين تبني هنا 1 2 3 بعدين ارضية. هيلاحظوا معايا، شايفين هذه قدامكم؟ بعض الاحيان لما تدخل ما تحصلها، مجرد انك ترقص حتظهر معك، يعني لا تشيل هم، تمام؟ طيب نضغط عليها مربع هيجيبنا هنا، هيلاحظوا معايا؟ تضغطوا على الهدايا هذه هيبدأ يشتغل معاكم الاكس بي، شايفين؟ طيب مجرد انك انت ضغطت على الازرار كلها حق الهدايا هذه واخذت كل الاكس بي ووقف معاك الاكس بي مره، يعني وقف خلاص ما عاد في اكس بي، ارجع اضغطها ثاني وثالث لما يعني جيت تضغط وما اعطاك ولا شيء اكس بي، ترجع تضغط هنا هيرجعك هنا ثاني مره. شوف دحين كم معانا؟ 260 ذهب، تمام؟ هذا الموقع الثاني للجلتش، لاحظوا معايا عشان ايش؟ لا تضيع، لان هذا المكان يضيع شويه. تيجي هنا تبني هنا درج، مو هذا المكان، لا الناحية الثانية هنا، ثواني شوف، يعني تسيب الموقع الأول ده وتيجي تبني هنا، تمام؟ طيب تنزل هنا هيطلع لك المربع هذا، شايفين؟ استنى خلينا ايش، ايوه تضغط عليه، بعد كده تيجي تبني هنا 1، هاي لحظة معايا 1 2 3 بعدين أرضية أرضية بعدين 1 2 3 بعدين أرضية. تيجي ترقص هنا وتيجي تضغط على دي هيشتغل معاك الاكس بي. لا تسووا الموقع الثاني لما يخلص معاكم الموقع الأول. شوف أنا لما جيت أسوي الموقع الثاني وقف معايا الأول، فأنت أول شيء خلص من الأول مرة بعدين أرجع أسوي ثاني، تمام؟ طيب اذا انت جيت تسوي الجلتش هذا وبعد كذا ما اعطاك اكس بي اعطاك ذهب، تعرف انه انتهى موعد الجلتش، فاطلع من الجيم ولا تتعب نفسك. ان شاء الله يكون الجلتش عجبكم وحاولوا تنشروه في كل مكان عشان الكل يستفيد. كذا وصلنا لنهايه مقطعنا، اتمنى اي شخص ما اشترك في قناتي يشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2، واهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك، وان شاء الله نتقابل في مقطع اخر، وفي امان الله.